مشاريع الإعمار أصبحت في محنة وأصحابها يشكون الخسائر المالية. قرار الحكومة بإيقاف العمل في المشاريع المحلية ألقى بظلاله على عمل الشركات المنفذة التي لحقتها خسائر فادحة بسبب الضائقة المالية للحكومة. القرار وبحسب ممثلي الشركات وصف بالانفرادي لكونه يوفر حماية قانونية للحكومة دون تحديد سقف زمني لسداد الديون المتعلقة بذمتها. القرار 347 لسنة 2015 الصادر من مجلس الوزراء جاء لإيقاف المشاريع واتخذ بصورة فردية من الحكومة دون أخذ بنظر الاعتبار رأي المقاول أو الشركات بهذا القرار، وهو قرار مجحف لا يحدد وقت زمني لدفع مستحقات المقاولين عن الأعمال المنجزة والمستمرة. وتخطى حجم التعاقدات المالية مع الشركات المحلية 450 مليار دينار، منها أكثر من 200 مليار للمشاريع المنجزة، فيما تشهد بقية المشاريع شللا تاما قد ينعكس على مستقبل كفاءتها. هناك مشاريع قد أنجزت وأكملت بالكامل وهيئت واستفادت من عندها المحافظة، لكن مبالغها هي موجودة في وزارة المالية. نطلب من الحكومة المركزية والوزارة المالية أعطاء هذا الموضوع أهمية كبيرة، لأن الشركات حقيقة مدانة. المديونية الكبيرة التي أصابت شركات الإعمار أجبرتها على تسريح عشرات آلاف الموظفين، فيما لا تزال التبعات القانونية والعشائرية تلاحق ممثليها. إحالة مشاريع الإعمار المحلية دون سقف مالي تسبب بحدوث أزمة كبيرة ستنسحب تبعاتها القانونية لسنوات قادمة إذا استمرت الضائقة المالية على ما هي عليه الآن. مؤيد الساعدي، قناة بلادي، ميسان.